طب خلينا ناخد الكابتن ربيع ياسين قبل ما اسالك السؤال الاخير. في الكابتن ربيع ياسين كمان واحد من اهم نجوم النادي الاهلي والمنتخب المصري، واحد من جيل العمالقه، الجيل الذهبي اللي امتعونا، اللي انا دايما اتكلم عنه ان هو جيل المتعه في الكره المصريه. كابتن ربيع اهلا بيك. اهلا بحضرتك سؤال، كل عام وحضرتك بخير وبصحه وعافيه دايما يا رب. دايما كل سنه وانت طيب كابتن ربيع. كابتن محمد عباس معايا اهو، بيفكرك باي حاجه غير الضياع. ابو حميد ازي اخبارك؟ ازيك كابتن ربيع؟ كل عام وانت طيب. طيب محمد عباس في سؤال، كان من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. يا شوف عباس. شوف بقى الوصف، احسن اللعيبه في تاريخ مصر. ايوه دي حقيقه. يكفي نزول، بص السؤال، نزوله كان في الملعب ما تشافش، كان يعني في التمرينات الجمهور بيجي يملى المدرجات في التمرين، كان كل واحد بياخد طلعته في النزله بتاعته باسمه وتسقيفه واحترامه. عباس كان بينزل الدنيا كانت بتتقلب، ما ببالغش والله. عباس كان لعيب موهوب، لعيب عنده قوه، عنده سرعه، لعيب مهاري على اعلى مستوى، لعيب هداف 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 هداف. وجواله ايه؟ مش هي اجوال يعني، اهداف حضرتك السؤال، اهداف ما شاء الله يعني، حدث ولا حرج. دي اهداف صعبه جدا، ما احنا جبنا له بعض الاهداف، وفي طبعا نتيجه حظ هذا الجيل انه مش كله تم الاحتفاظ بالاهداف يعني. لكن انت بتقول يعني بينزل الملعب، يعني بيعمل نوع من الصاعقه في الملعب يعني. والجمهور كان يعني بص، في ارتباط بينه وبين الجمهور بشكل غير عادي. الجمهور بس يشوف عباس ينزل الملعب، كان الجمهور بيموت في عباس، دي حقيقة. وكان عندنا مدير كورة اسمه كابتن حسن حمدي بيموت في محمد عباس، وكانت دي حقيقة. بس محمد للأسف الشديد فيه حاجات كده للأسف بعدته. محمد يا أستاذ وائل، أنا كنت بروح له في المانيا في أوضة الفرج في بيته، أروح له في أبلاء، أروح له في كل حتة، أقول له يا محمد أنت موهبة لن تتكرر في تاريخ الكورة، حافظ على نفسك يا ابني وشوف وعيش، وفرصة عمرك جات لك. محمد كان لعيب كبير جدا، لكن بقى هو يعني كان ممكن يستمر، ممكن موجود في نادي الاهلي فتره كبيره، ممكن موجود في منتخب مصر فتره كبيره جدا، لكن هو اثر بقى يعني في شويه ظروف كده ما ساعدتوش وخلته بطل بدري. لكن محمد كان موهوب، موهبه غير عاديه، موهوب. ما احنا يعني الحقيقه بنقدمه يعني نموذجا ل يعني لاعب نجح بشكل كبير جدا، ولكن للأسف الشديد لم يحافظ على نفسه، مهما كان بقى هو عنده شعور بالظلم بغيره، لكن هو لم يحافظ على نفسه فضيع نفسه يعني. لا محمد اسأله، أنا كنت بروح له البيت هناك، البيت أهو بيته، يا محمد حافظ، يا ابني أنت موهوب، يا ابني ده أنت نجم، يا ابني أنت مشروع كبير، يا ابني ده أنت يكفي إن الكابتن حسن حمدي ده لو كان بيغيب يوم كان بيروح له البيت يجيبه ويرجع استاذ وائل ويسجل هدفين وثلاثه، وتلاقيه مره واحده كده غاب. يا عم غايب ليه بس؟ يا عم الدنيا كلها عاوزاك، في ايه؟ واحنا نروح له اهو قدامك وقاعد اهو. انا فاكر الايام دي كويس، فاكر مانيا الرودة كنت اروح له، فاكر البولا كنت اروح له. يا مخفي ليه؟ مختفي ليه؟ ما تيجي يا عم في وسطينا، ما تيجي انت في وسط النادي الاهلي. اصلا انا مش عارف ايه ده، انت نجم. ويرجع والله العظيم يا استاذ وائل، يرجع ويكسب النادي الاهلي في اي وقت. محمد عباس ده دي حقيقه، حقيقه والله. انا بقول للاسف، وعلى فكره في لعيبه زيه دلوقتي، لما انت والله قلت ده يعني في اسمين ثلاثه زيه، مش لازم في الاهلي يعني، في انديه مختلفه ونجوم ايضا، ولكن فكره الشطط اللي بيحصل والوقوع في اخطاء وفجاه يختفي وفجاه ما تلاقيهوش زي ما انت بتقول بالظبط يا كابتن ربيع. محمد طبعا يا استاذ وائل، يعني احنا كان نفسينا ان هو يكمل، لانه فعلا كان نجم. محمد موهوب، موهبه من عند ربنا في حاجتين، موهوب في الملعب يا استاذ وائل، وموهوب بحب الجمهور، والجمهور مرتبط بيه جدا، وكمان يعني من فضل الله عليه ان كان على راس المنظومه واحد محترم كبير اسمه الكابتن حسن حمدي، كان بيحبه جدا ويحترمه ويخاف عليه. طيب. يا ابني تعالى هو بنفسه والله العظيم. بشكرك كابتن ربيع، الف شكر. كابتن محمد عباس، يعني انا اكتفينا بثلاث شهادات مهمه جدا.